مونشي كان بني آدم بيحب يتنطط في كل حتة، كان بيحب الناس قوي، كان بيحب يلعب كورة، كان بيحب التابل تنس جدا، كان بيحب السكواش، كان بيشيل هم الناس، بيحب يساعدهم، كان بيحب يديفلوب هيم سيلف وذ واي اور انذر. سيمبلي مونشي يوزد تو لاف لايف. 12 مانثس بيفور I got my dream job. I was living in utopia where everything was perfect. انا جبت الشغل اللي انا كنت بحلم بيه من زمان. I am totally independent financially. I traveled abroad. I went to Saudi. عشت الاكسبيرينس اللي انا كنت عايز اعيشها لوحدي. I'm socially independent. الكارير جوث بتاعي بيكبر بطريقه كويسه جدا في الحته اللي انا كان نفسي فيها. I had my perfect partner. كانت حياتي كانت فعلا هي كانت الايديال لايف that I was dreaming of my whole life to create. فكانت كل حاجه بالنسبه لي خلاص، انا وصلت فتره اللي انا I achieved everything that I wanted before in a click. طيب what's next؟ انا هعمل ايه في حياتي؟ I decided that I want to explore the world. قررت انا فعلا ابتدي ممكن اسافر بلاد كتير واشوف cultures مختلفه. 11 months before loneliness has knocked Munchy's door. انا I started to feel lonely. انا ابتديت احس ان انا لوحدي. انا كنت حياتي كلها بخلص شغل كنت بتنطط، انا هناك I have no networks، صحابي مش معايا، اهلي مش معايا، انا مع نفسي بخلص شغل برجع في اربع حيطان ما بعملش اي حاجه. فهنا انا ابتديت لو احس لا في حاجه غلط، انا مش دي الحياه اللي انا كنت عايشها قبل كده. I achieved a lot of things بس لسه I'm feeling lonely، ودي اكتر حاجه انا بخاف منها في حياتي. 9 months before I needed to feel home. I needed to get back to Egypt. انا عايز ارجع للحياه اللي انا كنت بحبها، عايز ارجع للاكتيفيتيز، عايز ارجع لللايف ستايل اللي انا كنت عايشه قبل كده. هاويفر انا باي اني جوب نيتشر انت طبيعي بتقعد اول 6 شهور ما بتعرفش تاخد اجازات، انا كان بقالي هناك 3 شهور فكان صعب جدا ان انا ممكن اخد اجازه عشان اعرف اسافر. فحاربت كتير قوي واتشقلبت هنا وهناك وفعلا اخدت الاجازه ونزلت فعلا انا في ويك اند. نزلت طبعا رجعت الحياه اللي انا عايشها كنت عايشها قبل كده اللي كانت بتبسطني، الناس، رجعت لاهلي، رجعت لاصحابي، رجعت الاكتيفيتيز اللي انا بحبها جدا، وكنت ساعتها طاير من الفرحه فعلا. بس this was my break point. 6 months before at this point this was يعني was the starting of my recession. انا فعلا ابتديت اقع، انا ابتديت فعلا to get down. تخيل ان انت فجأة out of nowhere فجأة انت متعرفش في حاجة، انت فجأة لقيت جسمك بيوجعك متعرفش الوجع ده منين، مفاصل جسمك بتوجعك مش عارف ايه سببها اصلا. تخيل ان انت تخسر 15 كيلو من وزنك في شهر، مش عشان انت بتدايت لا عشان you are starving، انت ما بتاكلش، you lost the appetite. تخيل ان انت you lost the interest in the simplest things that you were making before. لا حاجة بتبسطك، انت activities كانت بتبسطك زمان بطلت، خلاص بطلت مبقتش تبسطني بعد كده. تخيل ان انت من كتر الاوفر ثينكينج قاعد على السرير عايز تنام، عندك شغل الصبح او جامعه الصبح او مدرسه، قاعد 5-6 ساعات دماغك هتنفجر مش عارف تقوم، فاضطر ان انت خلاص دماغك فعلا هتنفجر. تخيل ان انت بتفقد الثقه في نفسك وفجاه لو حسيت ان انت فعلا ولا حاجه. وانا كان من هنا انا اللوب بتاعت ان انا ارجع مصر كانت بالنسبه لي خلاص بقت سهله قوي. انا بقيت انزل اجازه ممكن انزل بعديها ويك اند، ممكن انزل بعديها ويك اند، فبقيت انزل كتير قوي في مره في الشهر عادي. بس دي برضو was another big point في حياتي. 3 months before I admitted to myself that I'm sick. انا عيان. I admitted myself that I'm depressed. But I didn't do anything about it. ما عملش اي حاجة. انا في الفترة دي انا دي اوحش فترة مرت عليا في حياتي وما اظنش انها هتمر عليا تاني. انا كنت قاعد لو فترة قاعد في النص انا مش عارف انا هعمل ايه، انا عايز ابقى كويس. فانا كان في 2 عايشين جوايا، كان في نيجاتيف فويس وفي بوزيتيف فويس، كان انا سميتهم الوايت نايت والدارك نايت. الوايت نايت كان دايما بيقول لمونشي مونشي انت كويس، انت ممكن ترجع زي الاول، يو كان دو ذس، يو كان جيت اوت اوف ذس، انت عديت بحاجات كتير قوي في حياتك وعديتها وبقيت اجمد من الاول بكتير. فانا واقف في النص طبعا انا نفسي اروح له، هو ده مونشي. في نفس الوقت لا هو كان في صوت تاني هو الدارك نايت، هو كان مسيطر عليا، هو كان الاقوى بكتير، كان بيقول لي انت بقيت ولا حاجه، انت فاكر نفسك جامد، انت كل القرارات اللي انت عملتها في حياتك دي غلط، في غيرك كتير قوي،
انت your partner you are more worthy than her, انت خلاص انت فعلا you became nothing, انت مش شايف نفسك, انت بقيت عامل ازاي, انت مفروض تكره نفسك. فلو طيب انا واقف في النص, طيب انا طبيعي عايز اروح للوايت نايت, في نفس الوقت لا هو في dominating voice, هو مسيطر عليا. فالدارك نايت في الفتره دي he succeeded ان هو ياخدني to his ground, هو فعلا خدني في الحته بتاعته. وهنا ساعتها انا خلاص انا ابتديت اكره نفسي, ابتديت اكره الشخص اللي انا عايش معاه, انا ازاي كده مقروف, وصلت لدرجه قرف, ودي اخطر حاجه ممكن الواحد يوصل لها. فهنا ابتديت لا فعلا انا كرهت نفسي, طب انا هعمل ايه؟ هو هنا فعلا نجح ان هو يوصلني ان انا افكر في suicidal thoughts, انا فعلا ابتديت افكر في افكار انتحار في الوقت دي. الفتره دي انا خلاص انا الانتحار او افكار الانتحاريه بقت تاخد وقت كبير قوي من يومي خلاص بقى. حتى انا كنت بنزل مصر اجازات كتير عشان اهرب من الرياليتي ذات ام سكيبنج فروم سعودي, مش عشان سعودي بس هو بينج لونلي. فبقيت اخد وقت كبير قوي قوي قوي. في حد في مره انا كنت قاعد مع اصحابي, قاعد مفروض في الحته اللي انا مبسوط فيها في مصر, في وسط اصحابي, في الناس اللي انا بحبها, دي حياتي, انا بني ادم اكستروفيرت باي نيتشر. لقيت ان هو لا انا ابتديت لو I'm withdrawing from people. ابتديت لو مره كنا قاعدين في كافيه, اخذت نفسي رحت قعدت في العربيه, عملت الموبايل ايربلين مود, قعدت ساعتين ثلاثه انا والسوسايدال ثوتس بتاعتي عمال بفكر. At that day I made the decision. 4th of January 2018. That day I attempted a suicide. أنا اليوم ده خلاص أنا فعلا يعني قررت إن أنا صحيت الصبح, أنا خلاص أنا get rid of Munchy's life, أنا هخلص من نفسي, أنا خلاص قررت. صحيت الصبح قاعد مستني أخذ القرار, إن أنا أخذ القرار already بس أنا هنفذه. قاعد خايف جدا, مرعوب, مش عارف, موضوع صعب جدا, وأنا I'm going to suicide. جبت سكينه من المطبخ, قعدت مع نفسي في الاوضه, قاعد بفكر لو I'm going to cut my wrists. طب برضو رعب جدا, انا بحطها واشيلها, احطها واشيلها, قاعد 6-8 ساعات قاعد خايف عمال بحاول. ف طيب وبعدين عمال بجرب مره تانية. وباي ذا واي انا قبل الاتمت ب 10 دقايق ربع ساعه كنت مصلي العصر, فالموضوع اتس irrelevant توتالي للموضوع ان هو الواحد يبقى متدين كده, والحمد لله ما فوتش فرد بقالي 4-5 سنين, هو مرض. فحطيت السكينه بحطها, طب اول مره اشيلها, اول مره بتوجع. ففي مره لا خلاص انا كنت تكرر رافلي, وفعلا عملتها اول مره. طبعا ام بليدنج, وجع بطريقه مش طبيعيه, وابتديت اترعش جدا, هو خايف انا ايه اللي انا عملته ده, بس ام ستيل ليفنج اون, انا لسه I didn't pass away, لسه ما روحتش. فقلت انا هجرب المره الثانيه, فعلا جبت سكينه واي كات ذا سكند ريست, ما حصلش حاجه, بس الوجع ابتدى يزيد, ام بليدنج مور ذان بيفور, ومنظر مرعب, وبترعش, لسه ام ستيل ليفنج اون, اي didn't pass away. جيت في المره الثالثه قلت خلاص this is the last time I'm going to do it, I'm going to cut it very roughly. وفعلا جيت اخر مره قمت قطعت جامد قوي, خلاص بقى انا هنا بقى ساعتها انا ابتديت to get down, ابتديت احس بسقوعيه في جسمي, ابتديت لا خلاص I'm going unconscious. بابايا لحقني شافني I'm bleeding, اخدني طبعا في حضنه وقعدت اعيط. بعد كده لو اخدني المستشفى علشان يلحقني فعلا وداني المستشفى ولحقوني. دخلت المستشفى during the isolation phase or period, انا I was totally isolated, كنت فعلا منعزل تماما. At this time I had no hope, أنا فيش, أنا مش هبقى كويس. Okay, I admitted إن أنا عيان, I admitted إن كل ده. Okay, I'm seeking for a professional help. بس I had no hope at all. Well, I was fully isolated. أنا كانوا مانعين, كانوا بيفتشوني تفتيش ذاتيا. الشنطة وهم وأنا داخل البيت مفتشينها, وأنا داخل سوري المستشفى مفتشينها كلها, بيشوفوا إيه أنا معايا إيه, بيفتشني جيوبي. مانعين عني الديودرنت, مانعين عندي معجون السنان, مانعين عني حتى الجار النوتيل اللي كان اهلي بعتنه لي اللي انا كنت ممكن اكله, كانوا مانعينه عندي. اي حاجه ممكن فيها شارب تولز مانعينها عني عشان ممكن اعمل حاجه. الشباك كان مقفول, ما كنتش بعرف حتى افتح شباك ان انا اخد نفس من بره.
وموبايلي متاخد لابتوب متاخد فا اي هاد نو كوميونيكيشن ات اول خالص. في مره كانت اختي بتبعت لي سناكس لو بعتها لي اكل سبلايز شويه برينجلز مش عارف ايه. فمره بفتح البرينجلز بعد ما بعتوه بفتح ببص لقيت ستيكي نوتس فبفتحها بشوفها لو لا يور ليتل سيستر لافز يو سو ماتش وي كير اباوت يو. فطبعا دي حاجات لا هي تشيزي بس كانت هي فعلا هي كانت بسطاني جدا وقتها وهي كانت ذا اونلي واي اوف كوميونيكيشن كانت بالنسبه لي. فلو كنت بقيت استناهم فعلا بعد كده هم يبعتوا لي حاجات زي كده. 2 weeks after انا طيب انا لسه في المستشفى و I have no hope. طب انا هخرج ولا مش هخرج من اللي انا فيه. صحيت يوم لو لا انا I need to take the decision لازم اخد قرار لازم اطلع من اللي انا فيه ده. انا مش هفضل قاعد في مستشفى وقاعد في اللوب اللي انا عايش فيها في الكومفورت زون بتاعتي. اوكي I'm depressed بس لازم برضو انا يبقى عندي حته الويلنجنس ان انا اخرج من ده. قررت ان اخرج من ده. طبعا كلنا الشعب المصري كله بيحب الكوره ما فيش حد ما بيحبش كوره الكوره في دمنا. حتى انا الكوره بالنسبه لي هي اكتر حاجه بتبسطني في حياتي. فكلمت النيرسز في المستشفى ما كانش ينفع ان انا اكلم اهلي معيش واي في كوميونيكيشن قلت لهم ممكن تخلوه والدي يجيب لي كوره. فعلا جاب لي كوره في خلال ساعتين كانت عندي. اخذت الدور كله قلت لهم يلا ننزل. كان معايا ناس برضو شبهي شويه بحاجات مختلفه. نزلنا لعبنا كوره وانا بلعب كوره حسيت ان انا ابتديت اتنطط. انا ابتديت اللي هو ابتديت احس الانترست اللي انا كنت اصلا اي لوست ات بيفور مع انها كانت حاجه بتبسطني جدا. فهنا حسيت لا مونشي از جيتنج باك ابتدى يرجع تاني. One month after انا لسه في المستشفى بس انا قررت ان اخرج بره المستشفى وقررت ان انا I will get back to سعادي I will get back to my work اللي هو انا اوريدي انا كنت بحلم بيه كنت بحبه جدا. انا لازم ارجع هناك. however ان كان الدكتورز اصلا مانعين يعني لا انت مش هينفع تسافر. اهلي طبعا خايفين عليا انت هترجع تاني لوحدك هناك محدش عارف يلحقك انت عملتها مره والدكتورز اصلا قايلين لا ما ينفعش ترجع اصلا. فكانت على مسؤوليتي. فعلا رحت هناك كان باشن مش طبيعي بشتغل بطريقه مش طبيعيه في الحاجه اللي انا بحبها. ابتديت احس لو لا ابتديت ارجع شويه. كنت برجع من الشغل طيب انا هاو ام جوينج تو يوتيلايز ذيس ريسيشن فيز في حياتي انا ازاي هستغل حاجه زي دي حصلت لي. انا شفت ناس كتير قوي جوه بتعاني من نفس المشكله ويمكن اكتر مني وفي بره كتير قوي بيعانوا من نفس المشكله بس محدش بيتكلم عنهم. فقلت ام جوينج تو دو ا فيديو. انا عملت فيديو شيرنج ماي اكسبيرينس مع الجيرني بتاعتي كلها من اولها لاخرها. انا كنت بعمل الفيديو ده علشان فعلا انا كنت عايز اساعد ناس فعلا بس في نفس الوقت لا الفيديو ده ساعدني جدا فعلا في مونشيز هيلينج بروسس. انا فعلا ابتديت احس ان انا كويس. ومن بعد ما عملت الفيديو ات ونت فايرل اتشهر جدا وانا كنت عارف ان هو هيتشهر. وفي بلاعه فتحت بعد ما انا عملت الفيديو ده. البلاعه دي لقيت ناس كتير قوي 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 لقيت thousands of messages بتجيلي انا بعاني من نفس المشكله. لقيت ناس كتير صحابي ناس قرايبي ناس من اهلي بتكلمني انتوا كنتوا فين انتوا مش باينين ليه طيب ما حدش بيتكلم عنكم ليه او انتوا ما بتتكلموش ليه. ف at this point I wanted to give a hand to the people that are struggling with depression as I wish someone give it to me while I was struggling. فتفتكروا مثلا لو مصر مثلا فيها نسبه قد ايه من الاكتئاب هو من الشباب في 25% بيعانوا من الاكتئاب. ده اللي مكتوب ده اللي متقال في وزاره الصحه ده اللي اتعد جوه المصحات ده اللي دخل. وفي 7% بيعانوا من افكار انتحاريه وده برضو اللي مكتوب وده اللي هو اتشاف جوه المستشفيات. وفي ناس كتير قوي بتموت بره ومحدش بيعرف عنهم حاجه اصلا ما بيتعرفش ان هم اصلا انتحروا بسبب اكتئاب. فكل ده اللي مكتوب بس اللي انا شفته واللي انا الاكسبيرينس اللي انا مريت بيها لا هو الرقم ده دبل او تريبل الحقيقه اللي موجوده في مصر. تفتكروا الجاب ما بين ال 25% والحقيقه كبيره قوي كده ليه؟ بسبب ان احنا في سوسايتي او في مجتمع حته المينتال هيلث او الصحه اللي هي عموما الصحيه النفسيه انت ما بتخليش بالنا منها. بالنسبه لنا ده واحد مجنون ده واحد مريض ده ازاي انت بتأفور انت مش عارف ايه. انا ما بقولش ان احنا نتيك الدبريشن از اكسكيوز عشان في فرق ما بينه وما بين الزعل. انا حصل معايا I had a friend who was struggling from depression and he passed away because he did a suicide وكان عايش بره هو انتحر. اهله كانوا بيكلموني يقولوا لي عنده كذا وهو كان بيكلمني وعنده كذا كذا كذا. لا انا كنت بقول لهم لا هو فعلا لازم يرجع مصر. اهله كانوا يقولوا لي لا طب ومستقبله وجامعته هناك واحنا قعدنا كتير قوي عشان نصفره بره. فكنت بقول لهم لا هو مستقبله هو معاكم انتوا يعني هو اوكي يعني هو he passed away already خلاص فين مستقبله بسبب ان انتوا كنتوا بتفكروا بطريقه لو لا احنا خايفين نقول للناس ان هو مريض نفسي وخايفين نقول ان هو جرب ينتحر قبل كده وفشل
بس والثمن ان هو كان فعلا لا هو فعلا he passed away. انا ما بلومش على الاهل طبعا ده قضاء وقدر, بس لا في حاجات احنا لازم نخلي بالنا منها بسبب السوسايتي وسبب البريشر بتاع الناس اللي حوالينا. احنا في ناس كتير حوالينا بنخسرهم بسبب حاجه احنا اصلا مش عارفين اصلا ايه سببها, واللي قالوه ان هو مات بسبب حادثه, فده ما تعدوش برضه في 25% او 7%. ففي كتير قوي كده, وبالعكس اهله متعلمين جدا وهو متعلم, فموضوع برضه ملوش علاقه بالتعليم, هو فكره في السوسايتي اللي حوالينا. الاوبشن الثاني, انا كان والدي في الاول كان ضد الموضوع ان انا اخش مستشفى, كان لو خايف بسبب السوسايتي والبليفز, لو انت هتخش جوه هيجننوك هيكهربوك الكلام ده كله. في الاخر شويه شويه لا انا بضيع منه خلاص, اضطر ان هو خلاص استسلم, مفيش حاجه ثانيه عارف يعملها, انا خلاص هروح منه والحقوني وربنا اداني فرصه ثانيه, فسابني ان انا اخش. وابتدى فكره ابتدى يتغير جوه, بالعكس هو كان معايا في ظهري, بالعكس اتبسط بالمكان جدا, اتبسط بالاكسبيرينس, اتبسط بفكره ان الواحد يخلي باله من نفسه نفسيا. حتى بعد كده وانا خارج لو بيقول لي ده الواحد ممكن يجي هنا يقعد لو يفسي دماغه يقعد هنا مرتاح. فاللي هو في you have two options, either ان انتوا تبقوا لا زي صاحبي اللي هو توفى والله لا بسبب ان السوسايتي او اهله ان هم ما خلوش بالهم منه, او ان انتوا ممكن تبقوا اللي هو يعني لو زي فعلا زي والدي. انا والدي كان في ظهري خلى بالي مني, ما اتكسفتش ان انا اتكلم في حاجه زي كده, طبعا كانت صعبه بس ما اتكسفتش. فكل اللي انا عايز اوصله اللي هو لا mental health is nothing to be ashamed of, انت مش لازم ان انت تتكسف ان انت تقول انا مريض نفسيا. فانتوا لازم اللي هو فعلا لا تخلي بالكم من عيالكم, يعني كل الاهالي لو انت عندك ابنك وحيد او ابنك لو انت شايفه اللي هو ابتدى يقعد لوحده ابتدى ما بيتكلمش, فانت بقيت لو انت ما بتكلموش لا قرب منه. والناس برضو الصحاب يخلي بالهم من صحابهم, لو انت في مشكله عند واحد صاحبك تقولش انت بتقفر انت بتقفله, فهيضطر ان هو يخش في عالم هو هيبنيه مع نفسه والعالم ده اخره اللي هو ممكن يوصل انتحار زي ما انا وصل معايا. فاللي هو لا فعلا خلي بالكم من اولادكم, خلي بالكم من نفسكم, خلي بالكم من اصحابكم. احنا كبني ادم ربنا هيسالنا على النفسيه اللي اديها لنا, لازم نخلي بالنا من ربنا مدينا جسم لازم نخلي بالنا منه. احنا اهم من السوسايتي, اهم من الافكار اللي ممكن تقول لك لا انت غلط انت مش غلط, انا في الاخر انا عايز اعيش وعايز اعيش مبسوط. فاللي هو لا فعلا دلع نفسك, اللي هو we are all in this together, خلي بالكم من نفسكم and stay safe. شكرا.